الكحك هنعمله اول حاجه مقادير كلها بسيطه جدا وسهله، مش هنتكلم في حاجات زياده ولا اي حاجه، هو الموضوع بمنتهى البساطه. وكيلو الدقيق بياخد نص كيلو من السمنه. الناس اللي بتتساءل تقول يا ترى السمنه تبقى مقدوحه او السمنه تبقى بارده، والله الاكيل الكحك الاكيل بيحب السمنه تبقى بارده، والكحك يعرف ياكل منه واحد واثنين وثلاثه، لكن الناس اللي هي بتحب السمنه مقدوحه يا دوبك بس تاكل واحده ومش تقدر تكمل الثانيه، ولو كملت الثانيه مش تقدر تكمل الثالثه، فده دي معادله معروفه. فالكحك البارد بيبقى حلو جدا، ناعم وخفيف في نفس الوقت، ما بيبقاش تقيل زي السمنه المقدوحه. زي ما انت عايزه تشتغلي اشتغلي. هنعمله النهارده بالعجوه وبالملبن وبالمكسرات. السمنه بارده يعني انت بتجيبها من الصفيحه وتبداي تشتغلي بيها، سواء سمنه بلدي او سمنه المهدرج او سمنه صفراء اللي انت عايزاه تشتغلي بيها. طيب اول حاجه يا ريت، بس هو رجاء في الموضوع الكحك، الدقيق هو اللي بيفرق في الكحك والبسكوت اللي بتفور الغريبه الحاجات ديت، هو نوع الدقيق، نسبه الاستخراج بتاعه يعني بلاش ال 72% لان بتبقى فيها نسبه الجلوتين فيها عاليه فبتبقى فيها عرق، فحاول تجيب الدقيق الخاص بالكحك والبسكوت، وده موجود دلوقتي ومتوفر في اي سوبر ماركت او اي عطار. طيب فاول حاجه هنا هنحط عندي في العجان، طبعا انا مش هينفع احط في العجان ده كيلو، انا بس بديك المقادير عشان كده، انا هحط نص كيلو بس من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالظبط ده كده نص كيلو، وبعد كده بقوم حاطط عليه احنا انت اشتغلي بالمقادير اللي قدام حضرتك، الكيلو دي بياخد نص كيلو من السمنه، مفيش عجان عندك هنبسيه على ايدينا، هنقعد ننعم بايدينا. هحط عندي نص كميه السمنه اللي موجوده، هعجنهم على مرتين، وبعد كده طبعا لازم نحافظ على العجان فبلاش نحط فيه كميه كبيره، حط هنا معلقه نص صغيره من ريحه الكحك. هنا انا بعجن ببيكنج باودر مش بخميره، تمام؟ وبعد كده بحط عندي معلقه كبيره من السكر، وبعد كده ابدا ان انا كل ده ابدا ان انا انعمه مع بعض. نفس الكميه هسيبها واشتغل بيها للمره اللي جايه، يعني نفس الكميه هسيبها واشتغل بيها المره الجايه. اعمله على مرحلتين، حافظ على عمر العجان، خليش العجان عندي يبوظ، العجان يفضل عندي مظبوط ويقدر ان هو يعجن الحاجه على طول ما ياخدش وقت. هناخد شويه الملح شويه ملح صغيرين، زي ما اتفقنا هو نوع الدقيق بيفرق طبعا، حاولي تبداي تعجني فيه لحد ما يبقى زي العجينه كده بالظبط قدام حضرتك اهيت، واسيبها عندي لحد ما تبدا اللي هي تكمل العجن عندها. اهم حاجه نص الكميه الدقيق هي نص كميه السمنه. ما نستعجلش بقى في موضوع الايه الحاجه ديت، يعني ما نستعجلش عليها قوي، بحيث اللي هي لازم عشان الكحك ينعم معاكي فتحاولي ان انت ايه تعمليها بايدك او عن طريق العجان. طيب هنا في بقى حاجه حلوه قوي ان هنعملها مع بعض، شويه قرفه يا جماعه، عين جمل، بقوم جايبه كده بقطعه قطع، اي مكسرات طبعا هتحشي بيها يعني سوداني بقى فستق بتاع لازم ايه تكون متحمصه معايا. وبعد كده بقوم اعمل ايه، واخد عندي الملبن اجيب بس معلقه صغيره، وبعد كده ابدا. طب حد سمعني طيب في موضوع القرفه؟
طيب حضرتك بس حد يقول لي حاضر هجيبها عشان ابقى فاهم بس. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا هنبدأ نجيب ايه. هنجيب عندنا خلاص حطينا الدقيق، حطينا ريحه الكعك، حطينا السكر وسنه الملح البسيطه، وبعد كده ابدا اقوم منزل عندي الحليب واسيبها عندي بقى تتخدم معايا لحد ما تبدا ليها تنعم وتديني القوام اللي انا محتاجه بالظبط. بس هو ده الموضوع كله في الكحك. عايزه بقى تقدحي زي ما انت عايزه. انا طبعا حطيت نص كميه الحليب عشان هعجن دلوقتي تاني. تمام كده. اقوم واخد عندي معلقه القرفه الصغيره. تمام اهو مع الملبن عشان هكون حشو عندي بالمكسرات. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. ببدا ان انا اجيب عندي العجوه. العجينه زي ما اتفقنا لازم تاخد خدمتها كويس جدا زي ما انتم شايفين، ما فيهاش اي عرق بتشد معايا ولا اي حاجه. قدام حضرتك اهيت ادي عجينه الكحك بالكيلو دقيق ونص كيلو من السمنه. طيب انا بس عجنت نص الكميه عشان زي ما اتفقنا احافظ على العجان. بجيب عندي الكحك قدام حضرتك اهوت، ونبدا اللي احنا نلفه بالعجوه. حاولي بقى تحافظي على المقاسات، حاسس ده كبير قوي. ولما بنقول حافظ على المقاسات كشكل وفي نفس الوقت عشان حضرتك اللي احنا يعني ما يبقاش واحدة مستوية واحدة مش مستوية، لا كله يبقى واخد نفس الايه التسوية مع بعضها. العجوة يا ريت نعمليها بزبدة، يا ريت بزبدة تكون طرية نبدأ اللي احنا نشتغل بيها عشان بس ايه ما تبقاش ناشفة معايا، ده أهم حاجة في الموضوع. الكحك نقول تاني اللي احنا حطينا الدقيق، وبعد كده ما حطيناه حطينا السمنه وريحه الكحك والسكر وشويه الملح، واللي عايز يضيف شويه سميد بسبوسه يضيف شويه سميد مفيش اي مشكله. تمام وبعد كده سيبناها تتعجن مع بعض كويس، وبعد كده حطينا عندنا اخر حاجه خالص الحليب حطيناه عندنا، وبدانا اللي احنا نعجن بيه العجينه، وبعد كده سيبناها في الاخر خالص لحد ما تظبط. طيب تعالى نجيب عندنا البصمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذه البصمه بتاعتنا اهي. عايزين الدقيق اهو، نحطها بس في الدقيق. طيب بعد ما خدناه كده تعالوا نعمل عندنا شويه ساده بعد ما بصمنا عندنا اللي هو بالعجوه. تمام تمام اهو، واكمل بقى لحد الاخر. تعالوا نعمل شويه ساده واوريهم لكم هيبقوا عامل ازاي. شويه دول برضو هنا. طبعا لو شقق معاكي تعرفي ان الكحك بتاعك مش هيطلع مظبوط، لكن طول ما هو بيطلع معاكي كده اهوت قدام حضرتك يطلع معاكي مظبوط ان شاء الله وزي الفل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، هو الفكرة بس اللي هو يرتاح شوية، وبعد كده نبدأ ان احنا نسوي على درجة حرارة كام؟ 170 180 ل 190، 180 ل 190 التصوير الكحل، وتسيبيه عندك يرتاح شوية. هجيب عندي اطباق ريك ونبدأ ان احنا نشتغل عندنا بايه؟ الملبن. العجوة هي الوحيدة اللي انا بعملها واحط عليها زبدة، لكن الملبن ما بيتحطش عليه زبدة. الملبن عشان حضرتك نجيبيه اول حلقوم لازم احنا بنجيبه يبقى انتاج السنه. انتاج السنه بتعرفيه منين؟ بتعرفيه اول، بصي هو ده زي ده انتاج السنه اهو. اول ما تحط ايدك عليه بتلاقيه طري كده معاكي، وما تلاقيهوش شقه من هنا. لو لقيتيه شقه تعرفي اللي هو بقى يعني بقاله سنه معمول، وتلاقي السكر اللي عليه واخد رطوبه وناشف اهوت. نقولها تاني، ده الملبن اهوت اللي احنا بنجيبه يعمل عرق كده، هو بيتشال، ده اول حاجه. تاني حاجه لما تيجي نضغط عليه كده ضغطه من هنا ما تلاقوش شقق من قدام، والسكر البودر اللي عليه بيبقى ناعم، ما بيبقاش خشن ومشقق، عشان بس نكون واضحين والحاجه تطلع معانا مش حلوه. نحط عند الكحك اهوت، في اطباق راك. بص العجينه ما شاء الله طالعه زي الفل، زي ما اتفقنا اظبطي فيها مقدار السمنه بالظبط. لو هتعمليها لو هتشتغلي بالكوبايه في السمنه بالدقيق، يبقى 3 كوبايات دقيق عليها كوبايه ونص من السمنه، 3 كوبايات دقيق عليها كوبايه ونص من السمنه، وتحطي بقى طبعا ريحه الكحك وبقيه الحاجه اللي انت هتحطيها. احنا طبعا عاملين ايه بالملبن، وتعالوا نعمل ايه بالمكسرات اللي احنا حاطين عليها ايه ملبن وقرفه وبتاع ومظبطين الدنيا. عندنا هيت ادي اهوت اول عين الجمل، احنا عاملينه وحاطين عليه قرفه ومظبطينه. طيب الحمد لله كله طلع بالظبط اهوت المقدار اللي احنا عملناه، جاب لنا طبق اهوت محترم. نلم دي والله ممكن تجيب لنا كحكايه كده محترمه اهيت. وده مقادير واللي قدامك ده مقادير النص كيلو من الكحك. طيب خلاص كده خلصنا، اقوم جايب عندي البصامه رافي. نبدا ان احنا نبصم عندنا. اللي ايه الحاجه هي، واحنا ممكن بس نجيب بشكل النقش. شكرا ربنا يخليك. شكرا. طيب هسيبها عندي ترتاح بقى لمده كام؟ نص ساعه كمان. نص ساعه نبدا ان احنا نريحها ونغطيها كده فوطه، ونبدا ان احنا نسوي يكون درجه حراره الفرن تكون مظبوطه على 180. طيب اي حاجه هتبقى باقيه معانا، الملبن عجوه سيبيه، مكسرات سيبيها ونستخدمها في حاجه ثانيه. هدخل عندي الكحك على درجه حراره 180 في الفرن. ما شاء الله بص اللون حلو قوي، ما شققش، ما فتحش مني ولا اي حاجه، لون محترم جدا، ريحته حلوه جدا.
هنبدا ان شاء الله ان احنا نطلعه. حلو قوي اللون ده، ما ياخدش لون اكتر من كده. ونشوف اللي في طبق راك اللي هنا الجميل ده، زي الفل ما شاء الله. هادي قدام حضرتك اهوت الكحك اللي احنا طلعناه. تمام التمام، هذا الكحك من فوق. وتعالى يا عم جمال ناخد واحده كده، بص كحكايه اهي. بص يا باشا النعوميه بتاعت الكحكه مش هتلاقيها، مجرد ما تبداي انت بس تفتحيها هتلاقيها دابت معاك.